خارج ارض ملعبه الى رمي التماس. الحردان يعلي كره حلوه للناحيه اليمنى، عرضيه بتنزل، استلامه، محاوله للتسديد يا ولد، محاوله للتسديد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام. عبد الله الدخيل، عبد الله الدخيل بيسجل الهدف الاول للمحرك، بيسجل الهدف الاول للمحرك عبد الله الدخيل. كنت لسه بقول وكنت لسه بتكلم وبقول ان عبد الله الدخيل اينما تواجد لابد ان يسجل، وسجل كويس جدا عبد الله الدخيل من كوره من على حدود منطقه الجزاء، سددها جوه المرمى عبد الله الدخيل عشان تسعد جماهير الديب الحمر. محاوله للعب الارضيه من جانب احمد علي، اتلعبت جوه منطقه الجزاء لكنها بتتطرف، مر كويس جدا رينجو، رن في المرمى رينجو، رن في المرمى رينجو، 1-1-1 لمحرج نمبر 1 ومحمود عبد الرحمن رينجو، محمود عبد الرحمن رينجو بيسجل الهدف الثاني، رينجو بيسجل الهدف الثاني بطريقه جميله جدا، رينجو هو في الدقيقه 33 لتكتمل الفرحه على وجه سلمان شريده، الهدف الثاني موجود دلوقتي لمصلحه لمحرج، كوره حلوه، توغل كويس، وشهاب كنكوني هيعمل ايه؟ هيعمل ايه شهاب كنكوني؟ دفاع العربي الكويتي خذله، رجعت الكره هي، ادي الانطلاقه وادي التسديده الحلوه من جانب رينجو تسكن الزاويه اليمنى بالنسبه لشهاب كنكوني، يبقى الهدف الثاني لمصلحه نادي المحرج البحريني، هدف ثاني هو، هدف ثاني هو بيكسب بدل من ضايع. جمال برارو يلعب كره عند الدخيل، مع الكره عبد الله الدخيل، عبد الله الدخيل اصطدام، ولكن المرة دي جاريو، اصطدام ولكن المرة دي جاريو، والكورة إلى ركلة جزاء، الكورة إلى ركلة جزاء لمصلحة المحرج، ركلة جزاء لمصلحة المحرج لمصلحة عبد الله الدخيل. آدي اللقطة اللي فاتت، آدي اللقطة اللي فاتت، لو اتعادت أهي آدي عبد الله الدخيل وآدي داريو وآدي المرور وآدي هنا أحمد سعد الرشيدي، نبص المحاولة هنا الشدة اللي موجودة لعبد الله الدخيل، وهنا ركلة الجزاء لمصلحة، هل يا ترى يسددها بطريقته المعهودة إن هو يقف قبل تسديد الكرة ويمكنها بزاوية، وهنا ريكو وقدامه شهاب، وريكو، وريكو بيسجل الهدف الثالث لمصلحة نادي المحرج، ريكو بيسجل الثالث أهو في الدقيقة 50 لمصلحة نادي المحرج، تبقى النتيجة 3-1، 3-1 لمصلحة المحرج، ويعاني نادي العربي الكويتي من حالة طرد بالنسبة إلى داريو دبان. هينزل الشوط الثاني نادي العربي الكويتي بيتعرض لحاله طرد، وقدامنا هو سلمان شريده بيتكلم على لعيبته، و3-1 لمصلحه المحرج، ريكو بيسجل الهدف الثالث لمصلحه المحرج، ادي ريكو، ادي ريكو، يا سلام، اودع الكره بسهوله في نص المرمى وضحك على شاب كنكوني، وهنا في صفاره نهايه شوط اللقاء الاول. سيداتي يعني سيدي سادتي مشاهدينا متابعينا عبر الجاكور، ممكن الجاكور يلعب الكره قصيره الجاكور الى ريكو يهيئها رينجو، رينجو ضربها رينجو في المرمى، ضربها رينجو في المرمى وربعها رينجو، ربعها رينجو ليتربع لمحرج على الصدارة، ليتربع لمحرج على الصدارة، محمود عبد الرحمن رينجو، 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 محمود عبد الرحمن رينجو بيسجل الهدف الرابع لمصلحة نادي المحرج، محمود عبد الرحمن رينجو، محمود عبد الرحمن رينجو هو اللي بيسجل الهدف الرابع دلوقتي، رينجو، ورينجو اوعى يجيلك رينجو، اوعى يجيلك رينجو، هو اللي بيسجل هو الهدف الرابع في الدقيقة 62 بقى. انخشينا زي ما بيقولوا في الخش، روحنا اتفرجنا مع المباراة كده في السر، لكن الكرة هنا محاولة مرور من الدخيل، الدخيل، وريكو، وريكو، وريكو بيسجل الهدف الخامس، وريكو بيسجل الهدف الخامس، الدخيل عمل كل حاجة، وهدف بأقدام الدخيل عن طريق ريكو، هدف بأقدام الدخيل عن طريق ريكو، أدي هنا المرة دي الدخيل مر كويس جدا وضرب الأوفسايد، مر كويس جدا 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 وضرب الأوفسايد، وأدي هنا الكرة اللي موجودة، وأدي هنا المرور اللي كان موجود من جانب الدخيل، طلع شهاب كنكوني، عدى من قدام شهاب كنكوني، خد الكرة، كان ممكن الدخيل اللي يسجل.